الله يرحمه ما كانش حتى بيتم طرح الافكار اللي هو بيطرحها. على فكره كابتن جوهري الله يرحمه في وقت من الاوقات كان زعلان ان هو كان عايز يحضر، وهو ده خلي بالك اللي مشاه، خلي بالك هو ده اللي وداه رجعه الاردن تاني. تخيل الراجل الاسطوره الليجند ده كان عايز يحضر اجتماع مجلس اداره وما رضيوش يخلوه يحضر الاجتماع، قالوا لا مش تحضر الاجتماع. ومين اللي موجودين؟ ولاده اللي كانوا موجودين قالوا لا ان هو ما يحضرش الاجتماع، الناس يعني احنا شايفين ان هو مش موجود. فالنهارده الخلافات اللي بتبقى موجوده كابتن احمد بتخلي الناس ان هي ما تشتغلش وما تطورش. انا معاك والله، زي ما انت بتقول ان الفكر كمان بيبقى موضوع مختلف، وحاجات ازاي احنا نبيع حقوق للبيع، حقوق رعايه، هو ده الشغل هو ده الاهم. انما التطوير انا شايف انه مش موجود. حتى في المجلس السابق اللي موجود مهندس انا ابو ايده، ليه كامل احترام ليا وانا بحبه جدا جدا على المستوى الشخصي طبعا ده راجل، ولكن كل الاهتمام ان المنتخب الاول عايزينه يبقى موجود في كاس العالم، نوفر له كل الامكانيات، مش عارف، مش ده الشغل. او انت عندك النهارده معاك حوالي 9 افراد او 10 افراد موجودين، ما كل واحد يمسك جزء. يعني حازم مثلا ياخد تطوير مثلا الناشئين من تحت، سيف ياخد مش عارف ايه، كابتن شوبير موجود كان ياخد ايه، كابتن احمد مجاهد لوائح ومش عارف ايه، كابتن مجدي عبد الغني. يعني اقصد ان كل واحد لازم يبقى عنده دور بيقوم بيه. انما مساله ان احنا نقعد النهارده ونمشي الموضوع بالشكل ده، يعني بص يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله ان اللي جاي يكون افضل، واذا احنا قدرنا ان احنا نساهم ونساعد في حاجه طبعا لرفع المستوى الكوره فنتمنى ان شاء الله. طيب ده ماشي. نسر باشكتاش تمام صح، وانت كنت طبعا قضيت ايام عظيمه ومواسم عظيمه مع اكيد بعد كده مره واحده خدوه في مصر، اتقالت الصقر احمد حسن رغم ان هو معروف البلاك ايجل او النسر، يعني النسر بتاع باشكتاش. انا معلومه جديده بالنسبه لي، معلومه أيوة. جديده، لان انا اعرف ان باشكتاش هي قلعه الصقور. انا بقول لك انه لا، قلعه النسور باشكتاش. هغير بقى، انت بقى رحت قايل للصحفيين سموني الصقر وفرحوا مسمينك الصقر. يعني انا كده عرفت الموضوع يا ابني. والله ما قلت ولا حاجه يا ابني. ما انت اللي بتحط في انستغرام صقر وراك يا حبيبي. ما انا هعمل ايه، ما انا هنزل لك الصور بتاعت القميص. انا عارفه ان هو بس حلو صح؟ حلو عجبك؟ لا هو حلو بس الصقر اللي ورا انا مش عارف الصقر اللي ورا ليه. بس هو عجبك؟ بس هو عجبك، شايف ستايل ستايل جدا صح؟ والله العظيم طول ما البنات مبسوطه خلاص. انا بالنسبه لي عادي، انا اهم حاجه في حد بيكلمك يقول لك كده تمام الدنيا تمام. فاقول لك ايه، ما هو الصور دي اكيد ليها هدف. الصور دي مش يا ابني، يعني انت راجل بتحاول يعني ستايل. يعني راجل بحب اواكب الموضه واحب اواكب يعني انت خلاص. يعني حازم بقى هو طبعا لما شافه بقى قعد يتكلم وكده. هو حازم بيغير على فكره، قلت له من الستايل ده جدا يعني. قلت له تعرف تعمل على فكره، عايز اقول لك حاجه، اول ما انت ابتديت تروح الجيم وتضرب باي وتراي وبتاع وبتاع ابتدى هو ان هو يظبط وعايز يظبط. هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه بقى بالنسبه لحازم. كنت انا منزل صور على البحر كده بجري وكاتب خد من الصقر سلاسه ومش عارف ايه الكلام ده. كنت لا كاتب ايه ده مهم يا عايش. كنت حاطط صقر وراك في السماء. خش يا جماعه على الانستجرام بتاع احمد حسن واسمعوا كلامي، بس موضوع مهم جدا لازم تشوفوا. موضوع الصقر، هو بيجيب حد يركب له صقر على الصوره. يا ابني هيك كده الموضوع سهل وبسيط. انت عشان عندك مشكله في التكنولوجيا فمش فاهم الموضوع ده. المهم بس اسمع بس. لازم احكي انا اجيب ايه، لازم احكي لك الحكايه دي. فالمهم حازم قال لي وش تقابلنا في الجيم، فبيقول لي ايه وقال انت وطالع تيجي وكده. قلت له يا عم ما تسيبني يا عم عيش يا عم، ايه المشكله، انت غريب جدا يا اخي. احنا قعدنا 20 سنه مكتومين، سيبنا نعيش بقى والكلام ده. قال لي ماشي. المهم لقيته بعدها ب 48 ساعه منزل صوره. انا مش قابل الكلام ده، منزل صوره. ما تقولش 20 سنه مكتومين، دي لا انت ولا هو. يعني بص انتوا يعني احنا ايوه فين مكتومين، احنا ناس ملتزمين يا عم. انت راجل ايوه ماشي، قول لي ماشي يعني ماشي. طب خلينا الحلم، خلي الحلم مش كويسه. خلي انت عشت 20 سنه مكتوم، عشت 20 سنه ملتزم. ملتزم لا مكتوم لا مفيش. ايوه انا عارف. المهم بس المهم بعد كده حمل يا حازم راح منزل صوره برضه. راح منزل صوره بعدها ب 48 ساعه، بس هو بيحضرها بقى له فتره. ايه سيبك بس من كده. رحت مكلمه قلت له ما انت حلوه هم ولا ايه الحكايه. حازم جميل طبعا، طبعا الشخصيات اللي عشها واللي انا بحبها جدا جدا يعني. طيب يعني انا بصراحه يعني انا صعبان عليا ان